رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمشاركين في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي تستضيفها مملكة البحرين في خليج البحرين بمشاركة 3000 متسابق يمثلون 84 دولة، مشيرا سموه إلى أن المنافسة ستكون مثيرة خصوصا أن هناك العديد من الأبطال المشاركين في الحدث العالمي. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن التوقعات تشير إلى منافسة مفتوحة بين الأبطال المحترفين في كافة الفئات، متوقعا سموه أن تكون المنافسة مفتوحة بين كافة المشاركين. هذا وشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة منافسات الأكواثلون والآيرون كيدز والآيرون جيرلز التي أقيمت على هامش بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي تستضيفها مملكة البحرين في خليج البحرين. وتابع سموه مشاركة أنجال سمو شيما وحمد ومحمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، واجتاز أنجال سموه السباق بنجاح في السباحة والجري، حيث قام سموه بتتويج اللاعبين الذين أنهوا السباق، وجاء في المقدمة أنجال سموه شيما وحمد ومحمد. كما شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة منافسات الآيرون كيدز والآيرون جيرلز، وأعرب سموه عن إعجابه بالمشاركة الكبيرة التي شهدها سباق الأكواثلون وسباقات الآيرون كيدز والآيرون جيرلز، حيث أكد سموه أن هذه المشاركة الواسعة تؤكد حرص الأهالي على انضمام أبنائهم للمشاركة في سباقات الترايثلون، مشيرا سموه إلى أن اللجنة حرصت على توفير سبل الراحة لكافة المشاركين من أجل كتابة النجاح. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمنافسات الجميلة التي شهدتها المسابقات، مشيرا سموه إلى أنه حريص على دعم هذه الفئة وصقلها من أجل الاستمرار في المشاركات القادمة. الحمد لله في تنظيم البطولات وتنظيم الفعاليات نجاحنا من حضور الناس، يعني ما يهم إذا احنا ايش سوينا ولا ايش رتبنا ولا ايش جبنا، حضور الناس مشاركة الناس البحرينيين والبحرينيات والوافدين أيضا اللي يجون وينمون قطاع السياحة في البحرين، يعني هذا بحد ذاته كفاية. نجاح اليوم في نجاح، مشاركة الأطفال اليوم فوق 800 مشارك ومشاركة، يعني الحقيقة أنا موجود لي هالوقت هذه لأني مفتخر أشوف الأعداد والأفواج الكبيرة اللي تطوف، تطمني على الخطوط المستقبلية إن شاء الله اللي بتجي من مملكة البحرين وترفع على مملكة البحرين. بكرة إن شاء الله بكون مشاهد لأول مرة، شعور غريب وما يعني ما أحس إن بهذا الشيء طبيعي، لكن أنا أوفيت بالوعد، قمت بالبطولة وأديت الواجب وقلت بريح، والحمد لله أنا في فترة راحة الحين، وإذا رجعت إن شاء الله راح أرجع أقوى من حتى يوم كنت فايز ببطولة العالم. الراحة شقد بتستمر إن شاء الله، يعني يعتمد